والانطلاقات ايضا تستمر بارضية هذا الميدان من خلال هذا الابداع لدى انطلاقة سن الصغار سن الحقائق، حيث ياتي التبادل باستمرارية هذه المراكز كما تشاهدون منذ البداية وحتى النهاية في هذا المساء المميز، مساء الرموز التي ذهبت لمستحقيها من خلال المنافسة القوية التي أيضا شاهدناها في أول أشواط الأبكار والقعدان، واستمرت ببقية الأشواط التي قدمت لهن السيارات الكبيرة في هذه الانطلاقات. نصل إلى أيضا انطلاقة الشوط الرابع عشر الخاص بالقعدان الحقائق، جائزة هذا الشوط سيارة للفائز بالمركز الأول. نتابع المقدمة وفي المركز الأول برزان عبد العزيز بن قاسم بن ربيع الكواري يأتي على مقدمة الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني بوجود الناوي حمد بن علي بن راشد البريص المري، يتقدم شعار بن راية على المركز الثاني، بينما المركز الثالث يصل رعد عبد الله بن سعيد بن مبارك المنصوري، والمركز الرابع ياتي النمن ناصر بن راشد بن ناصر ال زيدان المري، والخامس من الجانب الاخر شرط سالم بن سعيد بن راعي العفاري يتواجد في المركز الخامس وينتقل الى المركز الرابع ليتقدم خامسا في هذه اللحظات. المتحد عبد الله بن علي بن حمد البطين المري ياتي ايضا بانطلاقه هذا الشوط ووجود ايضا هذا الاسم في هذا الانطلاق. هذه هي الخمس المراكز الاولى في ندال الاول، ولكن تابعوا قناة ايضا الريان الناقلة والقنوات الناقلة لهذا الحدث الكبير، بقية الشعارات القادمة والمسجلة انجازات كبيرة استمرت منذ بداية الموسم الى ان وصلت للمشاركة في هذا المهرجان الكبير لنيل ايضا الناموس بامانية ايضا وامال ملاكها لتحقيق الانتصار المميز. العودة الى المقدمة، العودة الى الصدارة والى القيادة، الناوي الناوي حمد بن علي بن راشد بن رايه ياتي ايضا على مقدمة الشوط وعلى المركز الاول في هذا الانطلاق. المتحد يتواجد المتحد علي بن عبد الله البطين على المركز الثاني في هذه اللحظات، بينما المركز الثالث يتواجد شرط سالم بن سعيد بن راعي العفاري، يتقدم شرط بتقدم خطير، بينما يصل كذلك مشاهدينا الاعزاء في هذه اللحظات كفو كفو عبد الله بن قار الله بن علي النابت المري يصل ايضا في المركز الرابع والمركز الخامس. هذه والفرقة بلاوي ديرتي المركز الخامس يتقدم لأيضا يتواجد في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع القوي والمدير لدى انطلاقة هذا الشوط. هنا الاسماء المتقدمه والاسماء التي ظهرت في الامتار الاخيره لتاتي ايضا بهذا الانطلاق. العوده الى المقدمه، العوده الى الصداره، العوده الى المركز الاول. الناوي ناوي لعلانيه الناموس، الناوي حمد بن علي بن راشد البريص المري يتقدم. هنا برايه يحضر بحضور مميز كما عرف هذا الشعار منذ بدايه الموسم، حيث يقدم الروائع الممتازه في عالم سباقات الهجن لياتي بانطلاقه هذا الاسم. المركز الثاني المتحد، المتحد عبد الله بن علي البطين المري يتقدم بمنافسه قويه ما بين الاثنين لتحقيق ناموس هذا الشوط. الله يا سلام، وصلت الاسماء، اقتربت من الاثنين الاسماء البقيه القادمه ايضا لنيل الفوز والناموس في هذا الانطلاق. كوجود صياد سالم بن سيف بن حارب الشامسي يتقدم، والاسماء الاخرى هنا كذلك يصل الدكتور مانع بن دواس العقمي يصل يصل في هذه اللحظات. ولكن البطين وبن رايه، البطين وبن رايه في حوار ثنائي، والقادم الله الله جبار حميد بن هدوب بن سعيد العمري يتقدم شعار العمري احد ابناء السلطنه، احد ابناء السلطنه مع ايضا جبار 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 في الامتار الاخيره. وينطلق ايضا هناك الناوي حمد بن علي بن راشد البريص المري مع بن رايه من الجانب الاخر، والبطين البطين. اشتد الشوط، اشتد الحماس، بدا الانطلاق، السياره السياره مع ايضا هنا مشاهدينا الاعزاء البطين بمقدمه هذا الشوط. المتحد يتحدى الجميع، يتحدى الجميع على مقدمه الشوط.
روح الى المقدمة، روح الى الامام، روح الى التسجيل. ايضا مشاهدين الاعزاء، النقطة الذهبية التي تصاحب المتحد في هذا المهرجان القالي، هذا هو المتحد يختطف ناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس عبد الله بن علي البطين المري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني كان الفارس حمد بن طرشون بن صالح العامري، فاجانا بدخوله القوي. بينما المركز الثالث كان هناك ايضا مشاهدين الاعزاء في المركز الثالث ايضا اللي هو مرحب السهيل بن محمد بن سهيل المنصوري. والمركز الرابع اتى ايضا جبار لحميد بن هدوب بن سعيد العمري. والمركز ايضا الخامس كان الوصول مشاهدينا الاعزاء الناوي حمد بن علي بن راشد بن رايح المري. ما شاء الله المتحد ادى الاداء الرائع بتوقيت زمني مقداره 5 دقائق 52 ثانية، 86 جزء من الثانية. تهانينا والناموس له على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني كان الفارس حمد بن طرشون بن صالح العامري، فاجانا بدخوله القوي ب5 دقائق 53 ثانية، 92 جزء من الثانية. بينما من حل ثالثا مشاهدينا الاعزاء كان الوصول هناك ايضا في هذا الانطلاق وفي هذا الابداع من مرحب السهيل بن محمد المنصوري بتوقيت زمني مقداره 5 دقائق 54 ثانية، 76 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لكل الفارس.